مركز جراحة الجهاز الهضمي في المنصورة، ويعني حضرتك وأنت تعمل في المنصورة في يعني هي قلعة الطب في مصر، بتعاني من ذلك؟ تعاني من نقص المحاليل؟ بيبقى عندك عمليات المفروض تتعمل، عندك جراحات المفروض تدخلوها، ويبقى ده مش متوفر بسبب إنه ما عندكوش محاليل في المستشفى؟ أزمة المحاليل لا تخفى على أحد في مصر كلها، وطبعا في المنصورة زي ما حضرتك بتقولي قلعة الطب في مصر، إحنا كلنا بنعاني من أزمة محاليل. وأنا يمكن كلمت السيد رئيس الجامعة، الكلام ده كان يوم الجمعة، وقلت له أنا هضطر غالبا إن أنا أوقف العمليات عندي لأن مفيش عندي موجود محاليل. وصلت الأزمة لدرجة إن إحنا بدأنا نجيب من السوق السوداء بعد ما استنفذنا كل الوسائل بصراحة. يعني احنا كلمنا بالطرق الاداريه العاديه، بدانا نلجا للمستشفيات اللي حوالينا على اساس ان هم يسلفونا لحد ما يبقى متوفر عندنا محاليل. ولكن للاسف اكتشفنا ان كل المستشفيات محتاجه، ما فيش حد عايز يدينا محاليل الا بكميات ضئيله جدا. فهي مشكله مش عندي بس، المشكله موجوده عند كل المستشفيات اللي موجوده حواليا. اضطرينا ان احنا نشتري على حسابنا محاليل عشان ما اوقفش العمليات اللي عندي، المرضى اللي موجودين في العنايه المركزه، مرضى زراعه الكبد. يعني يمكن المشرف على زراعه الكبد دكتور محمد اضطر ان هو يشتري برضه كمان على حسابه محاليل ويخزنها، عشان انا يعني بشتغل زرع الكبد يومين في الاسبوع. لا تتخيلي مريض زرع الكبد بيحتاج كميه محاليل قد ايه. عمليه بتقعد مش اقل من 12 ساعه، بتعتمد اساسا على المحاليل. يعني بالنسبه له المحلول ده يساوي حياه، مفيش حاجه تانية. وبالتالي انا فعلا كنت بسبب مشكله نقص المحاليل كنت مهدد ان انا اوقف الشغل موجود عندي في المستشفى، واستل لحد دلوقتي الازمه قائمه وما توقف اتحلتش. الشغل اللي في المستشفى؟ طبعا الشغل يعني ده اللي هو العمليات، العمليات يعني العمليات ده مش شغل عادي، ده العمليات يعني ممكن تبقى في عمليه بترتب عليها حياه او موت تتوقف عشان ما فيش محاليل. طب انا استنفذت كل الوسائل، يعني كل الطرق الممكنه وغير الممكنه، لدرجه زي ما بقول لحضرتك انا بشتري من على حسابي من السوق السوداء وبسعر. طبعا اذا كان ازازه المحلول 8 6 جنيه ونص مثلا، ده السعر الرسمي بتاعها، احنا بنجيبها ب 25 جنيه، بشتريها ب 25 جنيه عشان اقدر اوفر. انا غصب عني يمكن اشتكيت لرئيس الجامعه اكتر من مره، ويمكن دوشته بالتليفونات اكتر من مره، وصعدنا الموضوع للسلطات اعلى والجهات اعلى، وهم وعدونا بحل المشكله، بس استيل لحد دلوقتي فعلا الازمه قائمه. الازمه